البداية لغاية الآن لفريق الجزيرة. دومينيك إلى الزوي، للزوي طويلة باتجاه الرواشدي، ولكن طويلة بالأمام إلى اللاعب الزوي، الزوي وهناك خطأ وركلة حرة، ركلة حرة وأول بطاقة صفراء. كرة باتجاه اللاعب لوكاس بالرأس إلى يوسف الرواشدي مباشرة عند الزوي، الزوي أكرم الزوي، أكرم الزوي تسديدة ولكن فوق المرمى، ركلة ركنية. نشاهد الزوي، نشاهد الزوي تسديدة باتجاه لوكاس بالرأس يهيئها إلى يوسف الرواشدي أمامية إلى الزوي، الزوي وهناك اللاعب دومينيك، دومينيك دومينيك، ولكن أوضع هجمة وأكثر هجمة منسقة للفيصل. نشاهد تمريرة كانت من الزوي إلى دومينيك، دومينيك سدد ولكنه بعيد. مهدي علامة إلى دلدوم، دلدوم إلى مهدي علامة، كرة إلى الزوي تهيئة إلى لوكاس تسديدة ولكنها ضعيفة مع سقوط كان. كان هي نموذجية، صناعة نموذجية في اللقطة الماضية من اللاعب أكرم الزوي إلى لوكاس. مهدي علامة تمريرة إلى الآن اللاعب يوسف، يوسف ولكن تعود إلى أكرم الزوي، أكرم الزوي، أكرم يسدد وتصل بالدفاع وتذهب إلى ركلة ركنية. يوسف كرة إلى اللاعب أكرم الزوي، أكرم الزوي يحافظ على الكرة إلى يوسف الرواشدي، يوسف يسدد والتألق من جديد لأحمد عبد الستار. كرة بعيدة تعود مرة ثانية بهاء عبد الرحمن، هدف روعة عن طريق اللاعب بهاء عبد الرحمن، هدف التعادل بصورة ولا أروع، بصورة ولا أروع عن طريق اللاعب الذي لا يرحم. نشاهد بهاء عبد الرحمن، نشاهد بهاء عبد الرحمن ويكتفي عبد الستار بالنظر، والله كرة كرة حتى من الصعب مشاهدة. يوسف تمريرة إلى الزوي، للزوي للزوي للزوي، وهناك الخروج الموفق. كرة الآن إلى الزوي، فرصة ولكن مهدي علامة، مهدي أيضا كرة مقطوعة إلى يوسف الرواشدي بالأمام، الزوي الزوي الزوي، هناك هناك يعني بطاقة صفراء لأكرم الزوي. هاي التمريرة كانت من قبل اللاعب يوسف الرواشدي لأكرم الزوي، أكرم تقدم يعني الزاوية